مهما تنوعت نداءاته فلن يصلح صوته ما أفسدته الحرب، ومع ذلك فهو يحاول مع سواه بقدر إمكانهم الترويج لبضاعتهم في زمن كساد كبير تعيشه البلاد. يعود موسم الفواكه في صنعاء مع استمرار مواسم الاقتتال، وتصبح البضاعة المعروضة مناسبة لتذكير المتسوقين بمقدار عجزهم عن توفير ما يريدون وعن فشلهم في تغطية احتياجات الحياة البسيطة. لقد تحولت اهتمامات الناس وأصبح قوتهم الضروري يسبق كل ما دونه، وصار توفير المواد التي تبقيهم على قيد الحياة أمرا في غاية الصعوبة. فهناك توقف في الرواتب منذ 3 أشهر، مصحوبة بحركة جباية للباعة لا تتوقف تمارسها ميليشيا تنشر عناصرها مجاميع وفرادى، وتوزع تهديداتها على من تبقى لهم القليل من الممتلكات. فقد تلقى ملاك العقارات في صنعاء قبل يومين تهديدات في حال تخلفهم عن توريد جزء من الإيجارات إلى حسابات جهات تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. هذا كله مقابل أفواج من العاطلين ينضمون يوميا إلى رصيف المدينة، ويجعلون مما كانت عاصمة ملتقا للكساد والفشل وصولا إلى المجاعة.